خبر عاجل على ظهور حالات جديدة في نيوزيلندا لكورونا، ودي أهم القرارات من رئيسة الوزراء حاليا. اعتبارا من منتصف نهار الغد ستنتقل أوكلاند إلى مستوى الإنذار 3، وسينتقل باقي أنحاء نيوزيلندا إلى مستوى التنبيه 2. ماذا يعني هذا بالنسبة لأوكلاند؟ تحت مستوى التنبيه 3 يتم تشجيعك على العمل من المنزل إن استطعت. إذا كنت متواجد حاليا في أوكلاند ولا تعيش في أوكلاند، فنحن نقترح عليك العودة إلى المنزل والعزل الذاتي لمدة أسبوعين. نوصي بإبقاء فقاعتك صغيرة. يمكن للشركات أن تفتح أبوابها، لكن يجب أن ألا تتفاعل فعليا مع العملاء الخدمات الأساسية. الرعاية الصحية وخدمات العدل والشركات التي توفر ضروريات قادرة على الفتح. يجب إغلاق الحانات والمطاعم مسموح للوجبات السريعة. يجب إغلاق المدارس في أوكلاند باستثناء أطفال العاملين الأساسيين. نشجع الطلاب على التعلم من المنزل إذا إن أمكن. حافظ على مسافة مترين خارج منزلك، بما في ذلك وسائل النقل العام، ويوصي بشدة بارتداء قناع إذا كنت خارج المنزل. يمكن أن تستمر وسائل النقل العام في العمل وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة الصارمة، التباعد الجسدي وارتداء قناع. يجب إغلاق الأماكن العامة، ويشمل ذلك المكتبات والمتاحف ودور السينما وصالات الطعام والصالات الرياضية والمسابح والملاعب والأسواق. يمكن أن تستمر التجمعات لما يصل إلى 10 أشخاص، ولكن فقط من أجل خدمات الزفاف والجنازات. ويجب الحفاظ على المسافة الجسدية وتدابير الصحة العامة. يقتصر السفر بين الأقاليم بشدة، على سبيل المثال على العاملين الأساسيين مع استثناءات محدودة للآخرين. يتم تشجيع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حالية على البقاء في المنزل حيثما أمكن، واتخاذ احتياطات إضافية عند مغادرة المنزل. ماذا يعني هذا لبقية نيوزيلندا؟ ستنتقل باقي نيوزيلندا إلى مستوى التنبيه 2. لا يزال بإمكانك الاستمرار في الذهاب إلى العمل والمدرسة مع مسافة مادية، ارتداء أقنعة إذا أمكنك ذلك في الأماكن العامة. ما لا يزيد عن 100 شخص في التجمعات، بما في ذلك حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات. ويمكن للشركات أن تفتح أبوابها للجمهور إذا كانت تتبع إرشادات الصحة العامة، والتي تشمل التباعد الجسدي وحفظ السجلات. يتم تشجيع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد-19، على سبيل المثال أولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية وكبار السن، على اتخاذ الاحتياطات الإضافية عند مغادرة المنزل. مارس عادات صحة جيدة، ابقى في المنزل إن كنت مريضة، خليكوا في البيت، حافظوا على أولادكم، حافظوا على عائلتكم، وإن شاء الله تعدي على خير، وإن شاء الله تكونوا سالمين. سلام عليكم.